two-pointed charges q1 minus 20 nanocoulomb located at x1 equals 3 meter, q2 equals 20 nanocoulomb located at origin are seen in figure. What is the electric field due to charge q1 at location A? شحنة سالبة تاخد خط electric field عليها. نفس الشيء عايز electric field due to q2 at location A positive طلع خط electric field. وعايز النت والماجنيتود والدايركشن. q1 هتعمل e1، الشحنة قيمتها k، ال e قيمتها k في q على r1 تربيع، ونحلل. عندنا ده 3 4، يبقى ده 5 في اتجاه الاكس، 3 على 5 بوزيتيف، في اتجاه الواي 4 على 5 لتحت نيجاتيف. لو عوضنا بالقيم هنا 9 في 10 أس 9، الQ1 20، ناخد الماجنتيود، في 10 سالب 9، والR1 5 تربيع، يعني 9 في 20 180، تقسيم 25 مرة في 0.6 تطلع 4.32 I، ومرة في 4 على 5 يعني 5.76 جي نيوتن بير كولوم. حسبت دي وضربت في 4 على 3 نسبة وتناسب. بالنسبة لل E2 هيبقى في اختلاف في الاتجاه R، والقيمة برضو هنا قيمة ال R طبعا هيكون كله في اتجاه ال Y بوزيتيف، Y يعني 0 I زائد 1 G. هعوض بقيمة الشحنة كماجنتيود، وال R 2 4 يعني 16، اللي هي 4 تربيع يعني. فهقول كده 20 في 9 ب180 تقسيم 16، بس مش اكتر من كده، هيبقى 0 I و11 وربع جي ونيوتن بير كولوم. عايز النت هقول جمع الاتنين دول اللي هو 4 مع 0، وهنا هطرح منها 5.76، 5.49 جي. آخر حاجة عايز القيمة، والثيتا. القيمة هربع ده وربع 4.32، واخد الجذر التربيعي للأنصر، فطلع الجواب 7 تقريبا والزاوية 52 درجة مع الاتجاه الموجب لمحور اكس، لان الاتنين دول بوزيتيفز التو كومبوننتس، وبالتالي في الربع الاول دي الثيتا. ثري بوينت تشارجز q1 equals 5 مايكرو كولوم، q2 equals 10 مايكرو كولوم، q3 minus 4 micro coulomb are placed at the corners of equilateral triangle. The distance is given as A equals 12 cm، مثلث تساوي الأضلاع وكل ضلع فيه 12 cm. Calculate the electric field vector at the location of Q2 due to Q1. Q1 positive، هتطلع خطوط electric field، وبالتالي عند البوزيشن بتاع Q2 هيكون بالمنظر ده E1. بالمرة عايز الالكتريك فيلد فيكتور
at location of Q2 due to Q3 negative، يبقى خطوط الالكتريك فيلد هتروح عليها وبالتالي برضه هتبقى بالمنظر ده. والاتنين هنسميه E3 هيكونوا بزاوية 60 درجة، زاوية 60 60 كله 60، ده مع ده، هنا في تناظر وهنا في تبادل، وبالتالي نقدر نحلل يعني يمين وفوق أو يمين وتحت. بالنسبة للإلكتريك فيلد 1 هيكون Q1 اللي هي مدهاني، هاخدها كماجنتيود على الار تربيع، وتعالوا نحلل في الاتجاه اليمين كوساين 60 والفوق ساين 60، نعوض الار اللي 0.12، الQ1 5 مايكرو كولوم، والكي 9 × 10 أس 9، يبقى هقول 9 × 10 × 9 × 5 يبقى 30 × 10 × 3 على 0.12 تربيع، طلع رقم كبير، 30 × 45 المفروض 9 × 5 × 10 أس 3 مظبوط على 0.12. هضرب في كوساين 60 يديني 1 5 6 2 5 10 6 اي. هضرب في ثانية، هضرب في تان 60 اللي هي ثانية على كوساين، يديني 2.7 1 × 10 أس 6 جي نيوتن بير كولوم. بعدين بيقول لي عايز ال E3 اللي هي كي، وهاخد الماجنتيود احط 4 على ار تربيع، وتعالوا نحلل، ده هيتحلل كوساين 60 وماينس ساين 60 جي، اللي يفرق عندنا الكيو 4 × 10 أس سالب 6، طبعا نفس الكلام هنا 0.12 تربيع، يبقى 9 × 4 36 × 10 3 على 0.12 تربيع. وبعدين اضرب في كوساين 60 اداني 1.25 × 10 أس 6 اي، وفي تان 60 اللي هي ساين على كوساين اديني ماينس 2.165 × 10 أس 6 جي نيوتن بير كولوم. بيقول لي كالكليت ذا نت الكتريك فيلد ات ذا لوكيشن اوف كيو 2 دو تو كيو 1 وكيو 3 مع بعض، يبقى أقول الـ E net هيساوي الـ E1 + الـ E3 يساوي، ده ممكن أجمعه على طول أقول 2.716 ناقص الأنسر هيبقى بلس 0.545 × 10 أس 6 جي، عشان ده هيطلع 1.5625 يطلع في 10 أس 6 2.813 × 10 أس 6 اي. فصار عندنا دلوقتي 2 components اقدر اجيب الفورس. يقول لي كالكليت ذا نت الكتريك فورس فيكتور كيو 2 اون كيو 2 دو تو كيو 1 وكيو 2 كيو 3 اللي هو الاف بتساوي كيو في الاي،
ال F فيكتور وال E فيكتور، ال Q سكيلر، فأقول يساوي ال Q قال لي 2 بـ10 فعشرة أس سالب 6 في ال E نت اللي عندي دي، يعني كل ما هضرب في 10 الستة تروح مع السالب 6، يبقى هنا 28.13 I، وهنا 5.45 جي، ويبقى الوحدة نيوتن لأنها فورس. يبقى جبنا الإلكتريك فيلد عند كيو 2 نتيجة كيو 1 مرة، نتيجة كيو 3 مرة، جمعناها واداني النت، ضربنا في الكيو اداني الفورس أز فيكتور. 3 بوينتد تشارجز كيو 1 إيكوالز 3 مايكرو كولوم، كيو 2 إيكوالز 8 مايكرو كولوم، and Q3 equals minus 4 microcoulomb are placed at the corners of equilateral triangle. The distance is given as A equals 14 cm. Calculate the electric field vector at the location Q3 due to Q1. Q1 اللي هي positive. هتطلع خطوط electric field في الاتجاه ده. لانها مالناش دعوه بدي خالص باشارتها، احنا بنتكلم على دي خطوط الالكتريك فيلد هتطلع بالمنظر ده، وده بالمره كده للمثال عليه في البارت بي. هسمي ده اي 1 وهسمي ده اي 2، اني عايز تاثير شحنه 1 عند 3 وشحنه 2 at location of 3. طبعا هنحللهم بعد شوية. لانه عايزه فيكتور، نقول الكي الاي الاول 1 بتساوي الكي في الكيو 1 على الار تربيع، والزاوية دي 60 درجة، يعني كلهم متساويين أضلاع نفس الشيء، طبعا 60 مع 60 بالتناظر وده مع ده بالتناظر، يبقى لما أجي أحلل أقول كوساين 60 أي وساين 60 جي، هنا يبقى نفس الشيء كيو 2 هتبقى إي 2 كيو 2 على ار تربيع. هو دلوقتي عايز الالكتريك فيلد فيكتور ات لوكيشن كيو 3 دو تو كيو 2، كيو 2 هتاثر بالاتجاه ده لانها بوزيتيف، تحلل نيجاتيف نيجاتيف مع بوزيتيف، يبقى ماينس كوساين 60 اي ساين 60 جي. اللي هيفرق ان الشحنه هنا كيو 1 3 10 سالب 6، اما هنا كيو 2 8 10 سالب 6، والكي طبعا فوق وتحت نفس الشيء 9 في 10 9، والباقي معروف. فاقول 9 في 3 ب 18 10 3 على 0.14 تربيع، خليني اكتب دي، وبعدين اضرب في كوساين 60 يديني 4.59 في 10 أس 3 اي، بعدين اضرب في ساين على كوساين، هقسم على كوساين اضرب في ساين تان 60 7.95 في 10 أس 3 جي، وطبعا الاتنين بوزيتيف زي ما احنا شايفين يمين وفوق، هنا نيجاتيف مع بوزيتيف. بس اول نحسب 9 × 8 = 72 على 0.14 تربيع، واضرب في كوساين 60 اداني 1.84
فعشرة ستة اي والماينس والبلس نضرب في تاني ستة تلاتة تمنتاشر عشرة ستة نيوتن بير كولوم. Calculate the net electric field at the location of Q3 due to Q1 مرة و Q2، يعني اجمعهم على بعض. ال E net هيساوي ال E1 مع ال E2 يساوي، ده جاهز الأول نجمعه، ده مع سبعة تسعة خمسة عشرة تلاتة، اداني تلاتة تسعة تمانية عشرة أس ستة، وهنا نطرح أربعة خمسة تسعة عشرة تلاتة ماينس واحد بوينت تمانية أربعة عشرة ستة ماينس واحد بوينت ثري ايت عشرة أس ستة اي. Calculate the net electric force vector on Q3 due to Q1 and Q2. طبعا نضرب في الشحنة، عارفين ان الفورس as a vector يساوي ال Q وده سكيلر في ال E vector، يعني الشحنة عندي Q3 minus 4 10 سالب 6 ودول عندي، فهضرب سالب في سالب أربعة عشرة سالب ستة يديني خمسة خمسة اتنين اي، وهنا تلاتة بوينت تسعة تمانية عشرة ستة تروح مع سالب ستة في أربعة يبقى سالب خمستاشر بوينت ناين تو جي، والوحدة نيوتن لأنها فورس، ده نيوتن بير كولوم لأنها إلكتريك فيلد، لما تضرب في كولوم يدينا نيوتن. مجموعة conceptual questions على الإلكتريك فيلد والإلكتريك فورس true false و multiple choices. Will a positive charge Q is located as shown in the figure؟ عندنا شحنة موجبة موجودة على محور الإكس، وبيسألني بيقول what is the direction of the electric field created by the charge Q at location P. طالما الشحنة بوزيتيف يبقى خطوط الإلكتريك فيلد بتطلع منها في كل الاتجاهات، اتجاه كرة سطح كرة، يعني كل الاتجاهات بتطلع منها طالما شحنة موجبة. لو كانت شحنة سالبة يبقى خطوط الإلكتريك فيلد بتدخل عليها. نقطة P لو كانت موجودة على اليمين يبقى الإلكتريك فيلد هيروح يمين، نقطة B موجودة على اليسار احنا قلنا بيطلع منها الخطوط يبقى كده الإلكتريك فيلد هيروح يسار، يبقى عشان نقطة P على اليسار والشحنة موجبة خطوط الإلكتريك فيلد بتطلع منها اهو، هيمشي كده فهيمشي يسار، فأب ولا داون ولا ليفت ولا رايت، في حالتنا هنا ليفت، لكن لو نقطة P هنا كانت هيبقى أب، لو نقطة P هنا هيبقى رايت، تحت يبقى داون، نقطة P هنا على اليسار والشحنة موجبة لذلك هيطلع منها خطوط الإلكتريك فيلد هتمشي ليفت. في السؤال B بيقول a proton is placed at location P، حطينا هنا بروتون، what is the direction of the electric force on the proton due to the charge Q؟ خطوط الإلكتريك فيلد إزاي؟ رايحة يسار، مالناش دعوة خلاص بالشحنة، لو حطيت شحنة موجبة عند الإلكتريك فيلد اللي رايح يسار يمشي معاه، القوة تمشي مع اتجاه الإلكتريك فيلد، لو الشحنة سالبة تكون العكس. وتفسيرها ايه؟ احنا قلنا الشحنة دي موجبة، فلو حطيت شحنة موجبة هنا هيبقى في ريبالشن بينهم وبالتالي هتمشي يسار، لو كان الشحنة سالبة اللي هنحطها هنا هيبقى في اتراكشن هتمشي عكس خطوط الالكتريك فيلد. بصفة عامة نقول الالكتريك فيلد ازاي؟ لان ممكن يديك الالكتريك فيلد ما يدكش الشحنة المسببة ليه، الالكتريك فيلد ماشي يسار فلو حطيت شحنة موجبة تمشي معاه، يبقى الشحنة الموجبة بتمشي بنفس اتجاه خطوط الالكتريك فيلد، الشحنة السالبة تمشي عكس اتجاه الالكتريك فيلد، فحطينا شحنة موجبة هنا والالكتريك فيلد رايح يسار تمشي يسار.
يبقى برضو ليفت، لان الشحنه بروتون، البروتون موجب. لو كان قال لي الكترون كان هيتحرك عكس اتجاه الالكتريك فيلد، كان هيروح يمين. لو كان الكترون، كان عندنا هنا بروتون او اي شحنه موجبه هتمشي بنفس اتجاه الالكتريك فيلد. السؤال الثاني بيقول A negatively charged particle is located in a region uniform electric field pointing in the positive x direction as shown in the figure. متعلق بده، وبعدين فيك سؤالين هنا. بيقول What is the direction of the electric force applied on the particle؟ بيتكلم على الدايركشن بتاع الفورس. نرجع نقول تاني، ادي خطوط الكتريك فيلد بغض النظر عن الشحنه المسببه ليها. في الغالب دي بتيجي من انفينيت بليت مشحون مثلا بشحنه موجبه هنا فبيطلع خط الكتريك فيلد، او شحنه سالبه هنا فبياخد عليه الكتريك فيلد لاينز. مالناش دعوه مين اللي مسبب الكتريك فيلد، ولكن احنا شايفين اتجاهه يمين، فلو حطيت شحنه موجبه يمشي مع خطوط الكتريك فيلد، لو حطيت شحنه سالبه يمشي عكس خطوط الكتريك فيلد. فهنا دي الشحنه سالب هيمشي عكس اتجاه الكتريك فيلد اللي رايح يمين، يبقى هو هتمشي يسار، يبقى تو ذا ليفت. يبقى دايما الشحنه الموجبه تمشي مع اتجاه الالكتريك فيلد، الشحنه السالبه تمشي عكس اتجاه الالكتريك فيلد. نكمل برضو سؤال على شحنه والكتريك فيلد مدوه لنا مايل المره دي، مش افقي زي كده او مش راسي مثلا. حتى لو مايل نفس القاعده بنطبقها. يقول at location C is an electric field in the direction indicated below. A sulfide ion S 2 ماينس، يعني شحنة سالبة عنده الكترونين زيادة، is placed at point C. يبقى شحنة سالبة لأن قال 2 ماينس، لو قال مثلا 3 بلس 2 بلس 5 بلس يبقى شحنة موجبة، هو شحنته سالبة عليه الكترونين زيادة. بيقول what is the direction of the electric force on the sulfide ion؟ electric field في الاتجاه ده، الفورس هتكون يا إما في الاتجاه ده أو عكس الاتجاه ده. لو شحنة موجبة تمشي معاه مع خطوط الالكتريك فيلد، شحنة سالبة تمشي العكس. الشحنة هنا قال لي إيه؟ قال لي شحنة سالبة، يبقى الشحنة السالبة هتمشي عكس الاتجاه ده الناحية دي. هندور على الاتجاه ده هنلاقيه أول اختيار اللي هو ده. ولو كان قال لي ما مثلا أي حاجة تاني K3 بلس، يبقى هيمشي مع خطوط الالكتريك فيلد، كان هيكون الاتجاه ده. لكن مفيش فرصة أبدا تكون عمودية على اتجاه الالكتريك فيلد، يا تكون معايا تكون عكسه بالظبط، الشحنه الموجبه معاه الشحنه السالبه عكسه. The interaction between two charges of same signs is attractive. هل ده صح ولا غلط؟ لو عندنا two charges similar sign يكون بينهم repulsion، الشحنات المتشابهه تتنافر. وقال هنا same signs، طالما same signs يبقى لازم يكون في بينهم repulsion مش attraction. الاتراكشن يكون opposite signs، فهو هنا بيقول لي same signs attractive، طبعا غلط، same signs يبقى المفروض يكون بينهم repulsion. لو قال لي opposite signs يبقى معناته opposite signs يبقى attraction. ولو قال لي same signs وقال لي repulsion صح، same signs attraction غلط، same signs لازم تكون repulsion، opposite signs تكون attractive. فالسؤال ممكن يجي بكذا شكل. نكمل. خطوط الالكتريك فيلد صفاتها ايه؟ بتخرج من الشحنه الموجبه وبتدخل الشحنه السالبه، لا تتقاطع، عددها بينم على قوه الشحنه او مقدار الشحنه اللي موجوده في كل بارتكل. يعني مثلا ده بيدخل له 1 2 3 4 5 6، طب ده بيخرج منه كام؟ ادي 4 5 6 و6 كمان، معنى كده ان الشحنه هنا ضعف الشحنه هنا. لو خط الكتريك فيلد اللي بتطلع من ده مثلا 18 وهنا 6، يبقى ده يبقى قوه او مقدار الشحنه الموجوده في الاي 3 مرات قد الموجوده في البارتكل بي. يبقى صفات الالكتريك فيلدز، لا الالكتريك فيلد لاينز، تخرج من الشحنه الموجبه تدخل على الشحنه السالبه، لا تتقاطع، عددها يدل على شدة المجال الكهربي اللي عندنا، الالكتريك فيلد اللي عندنا.
طب هنا بيسألني بيقول لي Q and QB are two charges creating an electrical field. Based on the electric field lines in the figure, we can conclude that نستنتج A. نستنتج إن مبدئياً قيمة A أكبر من قيمة B. ضعفها لأن دول 6 ودول يمكن أكتر من 12. أدي دول 3 6 و 3 6 أكتر من 12 14. فهي 2 وشوية أكتر من الضعف حتى. فنستنتج مبدئيا كده ان Q اكبر من Q B كقيمة، ونستنتج ان Q A positive لان خط الالكتريك فيلد بتخرج منها، ونستنتج ان Q B negative لان خط الالكتريك فيلد بتدخل عليها. نشوف كاتب لنا ايه. Q and Q B are both positives. لا طبعا، لو both positives كان ده طلع كده وده طلع كده، مش ممكن خطوط تتقاطع، كان طلعت منها الخطوط من الناحيتين وكانش يتقاطعوا ابدا. QA and QB are both negatives. لا طبعا، لان negatives برضو كان دخل هنا ودخل هنا وبرضو مكنش تقاطع. QA is positive صح، QB is negative برضو صح. يبقى دي اجابة صح، لان بيخرج من البوزيتيف ويدخل على النيجاتيف. Q is negative لا ده بيخرج منها فغلط. QB is positive لا ده بيدخل عليها فغلط، فالجملة غلط برضو. يبقى الجملة الصحيحة الوحيدة هي الثالثة. نقول which of the following statements is true about electric field lines. برضو سؤال متعلق بخطوط الالكتريك فيلد. بيقول electric field lines point away، تخرج وتبعد from negative charge. لا دي بتدخل على negative charge، فعكس ده. electric field lines cannot cross صح، مش ممكن تتقاطع. electric field من صفاتها لا يمكن ان تتقاطع. electric field lines are always straight lines. لا شايفين ان هو في يعني curving في خط الالكتريك فيلد، فمش لازم تكون straight lines. straight lines بس لو كان infinite plate تخرج منه، لو كان ديسك كبير. خط الالكتريك فيلد زي ما شفناها في الصفحه اللي فاتت زي كده، تتوازن لما يكون في infinite plate هنا، فيخرج خروج الالكتريك فيلد بتكون متوازية عمودية على المصدر اللي خارجة منه. هنا كرة أو نقطة فبتخرج جميع الاتجاهات. طيب فالصحيح ايه؟ الالكتريك فيلد مش ممكن تتقاطع وما هياش ستريت لاينز. لا تاخد كمان ممكن تكون ستريت لاينز ولكن تاخد شكل كيرف عادي. الالكتريك فيلد لاينز كانوت كروس، ده دي الإجابة الصحيحة. طيب the number of electric field lines between two charged particles is proportional to the amount charge carried by each particle. طبعا صح، كل ما الشحنة تزيد كل ما خطوط الالكتريك فيلد اللي خارجة منها بيكون أكبر. فلو خطوط الالكتريك فيلد طالعة من بارتكل 20 واحدة 5، يبقى الأولى 4 أضعاف الثانية. فالكلام ده صحيح، عدد خطوط الالكتريك فيلد تتناسب مع الأماونت بتاعت التشارجز. Two electric field lines can cross each other. عكس الكلام ده، هو هنا electric field lines cannot cross، قلنا دي صحيحة. وهنا بيقول لي can cross each other، لا مش ممكن تتقاطع electric field، فالإجابة هنا خطأ. بيقول لي two electric field can cross each other، الكلام ده مش مظبوط. آخر سؤال في الconceptual questions اللي عندنا، بيقول لي two positive charges Q1 and Q2 are separated by a distance R. عندنا Q1 و Q2 وعندنا المسافة اللي بينهم R. The charges repel each other with a force F، لأن الاثنين اثنين positive فsimilar. If the magnitude of each charge is doubled، يعني Q1 دي بقت 2 Q1، Q2 بقت 2 Q2، and the distance stays unchanged، وال R زي ما هي، what is the new force between the charges. احنا خدنا طبعا في الشرح قبل كده كتير، وخدنا السؤال ده برضو قبل كده. الاف بتساوي الك Q1 Q2 على R تربيع. فإذا الـ Q1 بس اتضعفت هيبقى 2F، لو Q2 بس اتضعفت هيبقى 2F، لو Q1 اتضعفت بقت 2، Q2 اتضعفت 2 في 2 يبقى 4F. لاحظوا كده، لو شحنة بس فيهم صار لها دبلنج الفرصة هتضعف الضعف، لو الاتنين صاروا دبل هيبقى 4 اف لان 2 في 2. طب لو الار بقى، لو الشحنات ثابته والار هي اللي زادت، مثلا 2 ار بدل ار واحده،
تحت فيه تربيع، فمعناه كده ايه؟ ان تربيع هيبقى فيه 4 تحت، هيبقى اف على 4. الكلام ده بس لو اتغيرت الار بقت دبل. طب لو الار بقت دبل والكيو 1 بقت دبل والكيو 2 بقت دبل، يبقى فوق 2 في 2 وتحت 2 تربيع، يعني 4 اتطر ل 4، فهتفضل القوه زي ما هي. الكلام ده امتى؟ لو كيو 1 دبل كيو 2 دبل والار دبل، الفورس مش هتتغير قيمتها، هتفضل زي ما هي. يبقى اجمالا بقى مره ثانيه اقولهم، كيو 1 دبل يبقى الفورس هيحصل لها دبلنج، كيو 2 بس دبل يبقى الفورس دبلنج، الاثنين دول دبل تبقى الفورس 4 دبلز 4 اضعاف. طيب لو بس الار اللي دبل هتبقى الفورس على 4، طب لو كيو 1 وكيو 2 والار دبل الفورس هتفضل زي ما هي. انت حط الارقام، الاف بتساوي كي في كيو 1 كيو 2 على ار تربيع، والتغيير اللي يصير حط فيه هنا 2 و2 يبقى ضرب 4، تحت 2 يبقى بس يبقى 1 على 4، وهكذا. يعني حطها بالمعادله، حطها بالمعادله الرياضيه عشان تعرف تستنتج الجواب الصحيح. الاجابه هنا ايه؟ الاثنين دول دبل هيبقى 4 اف. Consider two charges Q1 7 times 10 to the power minus 6 column, Q2 4 times 10 to the power minus 6 column, separated by a distance r 0.04 meter. عندنا رسمة زي كده، Q1 و Q2، Q1 ب 7 micro column، Q2 ب 4 micro column، والمسافة اللي بينهم 0.04 meter. في البارت A بيقول لي What is the magnitude of the electric force between the two charges؟ يبقى ايه الفورس اللي بينهم؟ طبعا repulsion، ان الاثنين similar signs. كم قيمتها؟ عايز الماجنيتيود بس، ما هي مش الاتجاه. احط قانون الفورس ماجنيتيود بتساوي k في two charges في بعض على ال r تربيع. ال k 9 في 10 اس 9، ال Q1 7 في 10 أس ماينس 6، وال Q2 4 10 أس سالب 6 على 0.04 تربيع، تطلع القوة 157.5 نيوتن بدل ماجنتيود. في البارت بيقول لي the electric force between the two charges is، يا ترى attraction ولا repulsion؟ لو similar signs الاثنين positives أو الاثنين negatives يبقى في repulsion بينهم، لو كانوا opposite signs يبقى في attraction، فهنا هيكون repulsion. ليه؟ لأن two charges are similar signs. في البارت C بيقول لي suppose that the magnitude of the electric force between two charges is equal to 236، مالناش دعوة يبقى خلاص أي two charges آخرين. What will be the magnitude of this force if the distance between the two charges is doubled؟ المسافة هي اللي دبل. While the charges are kept as the same، وعندنا force Q1 Q2 ما اعرفش مع يعني كل ده انا ما اعرفش عنه حاجة، بس اعرف ان قيمة الفورس 236. لما المسافة اللي بينهم distance is doubled، يعني بدل r هتبقى r تربيع تبقى 2r لكل تربيع، احط هنا قوسين مش ابسولوت، قوسين عاديين مدورين، لان هي الار دايما بوزيتيف. طبعا مش غلط ده يعني، ولكن الاقواس لان هي ما فيهاش ماينس وبلس بنحط اقواس عادي، ولكن كده برضو مش غلط. طيب ايه اللي هيحصل؟ الاثنين دي هتخرج باربعه، فاربعه ار تربيع، فيبقى الكي كيو 1 كيو 2 على ار تربيع نفس دي كده، وفي اربعه تحت يبقى اف على اربعه، نفس الاف دي على اربعه. طب هي اصلا الاف 236 نقسمها على 4 تطلع 59 نيوتن، وتبقى دي القيمة لو الديستانس دبلت تقل للربع. مثلا ممكن يكون سؤال تاني، لو Q1 is doubled يبقى ضعف ده، لو Q2 is doubled يبقى ضعف ده، لو Q1 and Q2 are doubled يبقى أربع أضعاف ده. طب Q1 و Q2 doubled والR doubled، هيطلع فوق 4 وتحت 4 يكنسلوا بعض، تبقى هتبقى نفس الفورس بالظبط مش هتتغير. لو Q1 و Q2 R دبلد كلهم يبقى هنا 2 في 2 وتحت 2 تربيع، ضيعوا بعض تفضل القوة زي ما هي. Two positive charges Q1
و Q2 مديني قيمهم are separated by a distance 0.04 meter at location P between the two charges. The net electric field is found to be zero. Will you which of the following is correct at location P? احنا عندنا Q1 كبيرة شوية 8 و Q2 نصها. فدلوقتي عايزين نقول نقطة P موجودة في أي مكان في النص، يسار شوية يمين شوية، المفروض ما نعرفش. بيقول لي which of the following is correct at location B، طالما إن الإلكتريك فيلد بصفر يبقى لازم مجموعة two vectors بصفر، ما طرحهمش. هو هنا مش magnitude، هو ال Q1 دي هتطلع إلكتريك فيلد يمين، Q2 طلع إلكتريك فيلد يسار، فيكنسلوا بعض، فده يساوي ده من حيث القيمة، ولكن من حيث الاتجاهات لا، يتجمعوا مع بعض. أقول مثلا ده بعشرة وده بماينس عشرة، مثلا عشرة زائد ماينس عشرة صفر، فأجمع الفيكتورز يديني صفر. لكن لو كان ماجنتيودز كان كده مثلا، كنت قلت ده ناقص ده يديني صفر، لكن طالما فيكتورز كده يبقى ده زائد ده يساوي صفر. بيسألني فين ال P؟ The distance between charge Q1 and location P is considered to be X. Find the value of X. عايز المسافة من هنا لغاية ال P. يا ترى طبعا هي جزء من ال 0.04، فهنفرضها أي مسافة ولتكن X، يبقى الباقي 0.04 minus X. طبعا باي لوجيك كده هي المفروض ال P دي يكون أكتر من النص، اللي المفروض تكون أقرب للشحنة الصغيرة الأصغر. ليه؟ لأن كيو دي كبيرة، فطالما كبيرة يبقى تقدر تعمل إلكتريك فيل عن على بعد أكبر، بحيث يساوي الإلكتريك فيل ده اللي هيعمله كيو 2 على مسافة أصغر. فدايما لما يبقى البي تساوي صفر بين شحنتين نفس الساين، لازم تكون أقرب للشحنة الصغيرة، فلازم يكون أقرب من النص، يعني أقرب من بوينت، يعني أكتر من بوينت أو تو هنا كده مثلا. يعني هي مرسومة في أي حتة، لكن هو يرسمها لك في أي مكان، أنت ارسمها في أي مكان، أو لو عايز ترسمها ارسمها أكتر من النص بشوية، لو أنت قادر تعمل استيميشن من قبل ما تحسب، هي طبعا هتبقى أقرب للأصغر، للشحنة الصغيرة. طب إزاي أحسبها؟ أقول E1 أزا ماجنتيود يساوي E2 أزا ماجنتيود، أشيل دي وأحط مكانها K، U1 على R تربيع اللي هي X تربيع من هنا لهنا X. طب هنا أو الناحية التانية KQ2 على الفرق بقى الباقي 0.04 minus X كل تربيع، نشيل الـ K مع الـ K، أعوض الـ Q1 8 في 10 سالب 9، هنا 4 في 10 سالب 9 اتشالوا مع بعض، يبقى 8 على X تربيع يساوي 4 على 0.04 minus X كل تربيع. بالآلة تقول 8 على ألفا X تربيع، ألفا يساوي 4 على قوس 0.04 ماينس الفا اكس الكل تربيع، شيفت سولف. لو قال لك سولف فور اكس وكان في رقم موجود، حط 0.02 يعني النص، بحيث هتطلع قريبه منها، بحيث تجيب الحل بسرعه ما يجيبلكش الحل السالب، لان في حل سالب معادله من الدرجه الثانيه، ففي حل موجب، في حلين، واحد موجب واحد سالب، او الاثنين موجبين بس واحد اقل من 0.04 والثاني اكبر من 0.04. طبعا مش هنقبل غير القيمه اللي تكون من 0 ل 0.04، لما تحل تطلع 0.234، قلنا اكتر من نص شويه بس كده. جزء B، الجزء C او البارت C بيقول لي at charge Q node 5 times 10 to the power minus 9 is placed at location P، حطينا شحنه هنا. What is the magnitude of the net electric force on a charge Q node due to Q1 and Q2؟ هو قال لنا الالكتريك فيلد بصفر عند ال P، فما فيش الكتريك فيلد، واحنا عارفين ان الفورس عباره عن ايه؟ عباره عن الشحنه في الالكتريك فيلد. فاذا كان الالكتريك فيلد بصفر اضربه في اي قيمه هديني الناتج صفر. فلما تحط اي شحنه عند نقطه ما فيهاش الكتريك فيلد اكيد مش هتعرض لفورس. تعرض لفورس منين؟ عشان يكون في فورس لازم يكون في الكتريك فيلد عند النقطه دي، النت بتاعه ما يساويش صفر، والا لازم، والا طبعا الفرصه تطلع بصفر.
3 point charges are located as shown in the figure. Q1 اهي، Q2 وQ3. يديني قيمهم وإشاراتهم والمسافات بتاعتهم. We calculate E1, the magnitude of the electric field created by the charge Q1 at the origin. الشحنة اهي قيمتها موجودة والدي بتاعتها موجودة، وعايز بس الماجنيتيود، فطبق نفس الفورمولا بدون اشارات. كي في Q1 على R تربيع، الكي 9 × 10^9، الشحنة 6 × 10^-12، حطها ماينس 6 مع الابسولوت تطلع بموجب او شيل الماينس بتفرقش، على المسافة بتاعتها اللي هي الدي 1.09 الكل تربيع، يطلع الناتج 6.67 نيوتن بير كولوم. البارت بي بيسألني على الدايركشن، وات ذا دايركشن اوف اي 1 الكتريك فيلد كرييتد باي تشارج كيو 1 ات ذا اوريجين. الشحنه سالبه، يبقى خطوط الكتريك فيلد تروح عليها، يعني في الاتجاه اليمين ده رايحه عليها، عند الاوريجين هتكون رايحه عليها، دايما رايحه عليها من جميع الاتجاهات، بس انا يمين الاوريجين، فاتجاه الكتريك فيلد عند الاوريجين رايحه عليها، فيدخل عليها فيديني اتجاه موجب، يعني بلس اي، وهو في اتجاه الـ positive x direction يعني plus i. Calculate E2 the magnitude of the electric field created by the charge Q2 at the origin. Q2 اهي، فهنطبق نفس الفورمولا دي، K في Q2 على R تربيع، الـ Q2 ب 7 × 10^12 والمسافة ب 5 سنتي يعني 5%، Calculation طلع 25.2 نيوتن بير كولوم. طب الاتجاه، الشحنه 2 دي بوزيتيف، فهتطلع الكتريك فيلد بجميع الاتجاهات، يمين الاوريجن، عند الاوريجن هتكون رايحه يمين، يبقى معنى كده برضو نفس الشيء ان بوزيتيف اكس دايركشن اللي هو بلس اي. بالنسبه لكيو 3 عايزين الاي 3 الناتج عن كيو 3 كماجنتيود، طبق نفس الفورمولا، 9 × 10^9 والشحنة قيمتها 2 × 10^-12 والمسافة 0.04 الكل تربيع، كالكوليشن تديني 11 وربع. الشحنة دي موجبة، يبقى هتطلع خطوط الكتريك فيلد بجميع الاتجاهات، يمين الأوريجن، يبقى عند الأوريجن هتكون نازلة لتحت، وبالتالي هتكون اتجاه الماينس نيجاتيف دايركشن اللي هو ده، يعني ماينس نيجاتيف دايركشن اللي هو السؤال اللي نحطها هنا، يعني الإجابة اللي هناك دي حطها هنا. بيقول لي سبوز ذات الـ E1 والـ E2 والـ E3 دي قيم ناتجة عن شارجز أخرى. Calculate the net electric field vector created at the origin. Do not use the values found in the previous bars. من الشعب اللي فات، بس دول النت عبارة عن إيه؟ نجمع، نجمع، اجمع ببساطة في اتجاه الـ X 4 ماينس 2 ماينس، يبقى 2 ناقص 5 يديني ماينس 3. واجمع الجي 3 و3 و5 11 جي نيوتن بير كولوم. الاي نت بنعمل ايه؟ بنجمع الاكسات مع بعضها والوقت مع بعضها. اتشارج كيو نوت ايكوال تو ماينس 1.6 × 10⁻¹⁹ دي شحنه الكترون از لوكيتد ات ذا اوريجين. ذا نت الكتريك فيلد ات ذا اوريجين اند ذا توتال فورس ابلايد اون ذا تشارج كيو نوت ويل هاف، يا ترى سيم دايركشن ولا اوبوزيت دايركشن؟ لما يحط لك اشاره شحنه اشارتها سلبه دايما تبقى الفورس اوبوزيت دايركشن، اوبوزيت دايركشن للالكتريك فيلد، بغض النظر اتجاه الالكتريك فيلد فين، لو حطيت له شحنه موجبه يمشي مع خطوط الالكتريك فيلد، شحنه سالبه تمشي عكس الالكتريك فيلد، فهنا اوبوزيت دايركشن، لو كان ده موجب كنت اخترت السيم دايركشن. فبيقول لي اتشارج كيو نوت مدهاني نفسها is located at the origin where the net electric field مداني ب 9i و 3j، مالناش علاقه لا بده ولا باللي فات. بيقول calculate the net electric force vector created on q node and select its unit. Do not use the values found in the previous parts. ماشي، طبق قانون ال F بتساوي Q في ال E. Q minus 1.6 × 10⁻¹⁹ والاي هو اداهوني 9i و3j، اضرب ده في ده يطلع بالماينس، وده في ده يطلع برضه بالماينس. الوحده ايه؟ الوحده نيوتن، لان ده كولوم وده نيوتن بير كولوم، نضربهم في بعض الكولوم تطير الكولوم يتبقى لنا
نيوتن، وادي القيم اهي.